طيب ألبومك الجديد فيه أغاني في ناس شافتها حلوة قوي أو كتير شافوها حلوة قوي، في ناس كتير شافتها مجنونة جدا، مجنونة يعني ما خرجت نطاق عن نطاق العقل. ليه بتقولي كده؟ ايوه ده عندها اغنيه على فكره حلوه جدا، بس الناس ما بتقولش على اسمها، ما بتقولش الاسم اللي هو ما حصلش حاجه، مسميها شيزوفرينيا. انت عارفه طبعا فعلا اول مره اسمع الحكايه ايه ده الاغنيه كلها شيزوفرينيا. مين سمع ما حصلش حاجه؟ شيزوفرينيا صح؟ هي شيزوفرينيا فعلا. لا هي اللي عشان اللي ما سمعش الاغنيه، هي بتبتديها كده باورفل، ست كده واثقه من نفسها وقويه، تقعدي بقى تقولي بقى ايه، تقولي ايه، لا قولي الكلام، قولي الكلام ايه. واديني سبته شفت اهو ما حصلش حاجه. واديني سبته شفت اهو ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه، لا لا مش زعلانه وكئيبه، مش ماسكه صورته وبتقهر زي العبيطه، ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه، ما بردش على اللي يقول لي كلمه كانت بسيطه، بعدك مش متصنف مصيبه، بالعكس حتى انا حاسه مرتاحه وسعيده، ما طلعش انها حاجه وحشه عايش وحيده، هبدا حياتي بصفحه فاضيه ولسه بيضه وبشنطه شخصيات جديده. يعني واحده بتتكلم عن علاقه يعني بتبقى ديب قوي وتبقى قد كده هي حقيقيه قوي وقد كده هي متجوزه او حبيبها او وات ايفر يعني، فطالعه من علاقه وهي بتوهم نفسها ان هي كويسه وبتاكل وبتشرب وبتشتغل وبتعمل كل حاجه، بس هي من جواها لسه بتحبه، بدليل انه في الاخر بتقول انا لسه ما طلعتش من العلاقه دي، وانا كويسه وانا تمام ولا انا لسه بحبه أنا شويه، انا فهمت ان هي لسه بتحبه، انا فهمت ان هي مجروحه او مكسوره، فجاه بترجع تاني لا 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 انا كويسه وانا هشتغل وهعيش وهنبسط وهفرح ولا ومش هسيب العلاقه دي تاثر عليا. فهي دي الاغنيه. انت بقى انهي واحده فيهم، الاولانيه ولا الثانيه؟ انا الاثنين. هاي طبعا يعني انا الست في كل، على فكره الموضوع ده ممكن يحصل لراجل وست يعني لما الحد بيبقى بيحب بجد. عارفه يعني لسه طالع من علاقه تحس انه عايز يعمل كل حاجه، عايز يهرب، عايز يعرف مليون حد، عايز يروح يسهر، عايز يعمل حاجه، كل ده عشان يداري الـ 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 الحب الحقيقي اللي جواه اللي حاسه ناحيه الشخص الثاني يعني. فاحنا كلنا اكيد مرينا من الاحاسيس الملخبطه دي ما بعد العلاقه يعني، كلنا اكيد. لا واضح ان انت مريتي بيها كتير. لا مش لانه الحب الحقيقي ما بواحده بيقابلوش كتير يعني. الحب الحقيقي بيبقى واضح، والحب لاي كلام او المزيف بيبقى واضح، فهي بس ناس تركز شويه وتعرف ايه اللي يتبكي عليه وايه اللي يتقال له وما حصلش حاجه. اي يوم ولا